تواصل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف اهداف في انحاء متفرقه من قطاع غزه. في غضون ذلك افاد شهود عيان ان فصائل المقاومه تصدت لدبابات تحاول التقدم مجددا الى الضواحي الشرقيه لمنطقه جباليا في شمال غزه. هجمه بربريه شرسه لا تتوقف. وصلت يومها السادس بعد المئه وقصف وحشي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي شهده جنوب قطاع غزه وخاصه مدينه خان يونس التي صارت بؤره جديده مستهدفه للقتال البري والغارات على الرغم من الظروف الانسانيه المتدهوره هناك وفي احدث حلقات العدوان استشهد العشرات وغالبيتهم من النساء والاطفال واصيب عدد لم يتم احصاؤه جراء الغارات المستمره التي واصلت الليل بالنهار في اعنف قصف يشهده الجنوب القصف الاسرائيلي استهدف حي نصيرات وسط قطاع غزه وحي الامل، مما ادى لاستشهاد مواطنين واصابه اخرين، كما اطلقت مدفعيه الاحتلال عشرات القذائف على بلده جباليا شمال قطاع غزه، ولم تكتف قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقصف الجوي وقذائف الدبابات برا، فلجات للقصف البحري، حيث استهدفت الزوارق الحربيه الاسرائيليه مخيم الشاطئ غربي مدينه غزه. ومن مدفعيته الثقيله ونيرانه الى اعتقال الاف الرجال في قطاع غزه، وتتواصل الجرائم الوحشيه التي يمارسها الاحتلال في حق الاسرى في ظروف وصلت الى حد التعذيب، بحسب بيان القاه ممثل مكتب مفوضيه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه المحتله، مؤكدا ان الاسرى احتجزوا في ظروف مروعه وفي اماكن مجهوله لفترات وصلت الى نحو الشهرين. وما زال عداد الموت لا يتوقف ما بين شهداء والاف من المفقودين تحت الانقاض في وضع تعجز الانسانيه عن تداركه مع عجز الهلال الاحمر والاسعاف عن الوصول اليهم جراء القصف الاجرامي الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني